أنا أعتقد أن القضية تجاوزت ذلك بكثير وأصبح هناك مطلب التغيير الشامل، وهذا هو مكمن الخطر اللي دعا توكايف إلى طلب المعونة العسكرية من روسيا ومن نفس الرعاة الذين يحمون هذا النظام طوال عمره. يعني القضية الآن تجاوزت، يريدون الإطاحة بالنظام السياسي، إطاحة بالنظام، وهم على وشك أن يفعلوا ذلك فعلا. ولو لم يكن هناك فعلا مخاطر حقيقية على بقاء النظام ما دخلت روسيا بثقلها لكي يعني تطعم بالظهر إذا صح التعبير. الآن روسيا في الوقت الذي هي شادة نفسها بقوة لكي تهدد الغرب، تفاجأ من الشرق بطعنة قوية توجهها الجماهير الكازخية إلى النفوذ الروسي وإلى العملاقة الروسية والهيمنة الروسية وإلى آخره، وكانت هي ضربة قاسمة الحقيقة غير متوقعة أبدا من أحد ما في العالم. فبالتالي هي هذه الضربة التي تعيد نصاب الأمور فيما لو تحققت. يعني لو استطاعت الجماهير فعلا أن تقوم بالتغيير المنشود، توجه ضربة قوية للإمبراطورية الروسية المتنامية الأطراف.